مساء الفل يا حودة. كامبا، خير يا كامبا؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، انا عايز حته 9 مللي ولفيت عليها السوق ودخت وما لقيتهاش، وانا عارف انك انت اللي هتسلكها لي. كان نفسي اخدمك يا كامبا، بس انت عارف احنا ما بنشتغلش غير في المرخص وبس. تيجي معايا على الدغري وانا هظبطك، هطلع لك باقيين فوق البيعه. فضينا بقى من الحوار ده، اتكل على الله كامبا. جاي يا عم محمود، انت مالك قافش علينا ليه كده؟ ومش قال لك برضو ان احنا ما بنشتغلش غير في المرخص؟ ولا انت دوشة الرصاص طرشتك؟ يا عم ذكر، انا كنت قصده في مصلحة. مصلحة لازم يجي من وراها خير. يقول بيع السلاح للحرامية والبلطجية ما فيهوش خير ابدا. انا اخر كلام عندك يا عم ذكري. مع السلامة يا حبيبي. ماشي يا عم ذكري. يلا يا اخويا. جدع محمود، تربيتك يا عم ذكري. الجرايد اهي. ايوه. اي الي العدسة اهي. ايه يا محمود؟ دي لعيبة تنس عالمية. لا يا راجل، اه شبه الرجالة. تصدق عشان العدسة دي ما تجيبش الرجالة بس. اه طيب ماشي يا عم ذكري، انا هجيب لك القهوة يا عم ذكري. يا ريت. الملف ده فيه أسماء كل التجار اللي ساقوا العوا وخرجوا بره طعنة، عايزهم يرجعوا لعقلهم، عايزك تخليهم عبرة للسوق كله عشان كله يتعظ. اعتبره حصل بالإذن. الحاج زفر النجار ده كان صاحب والدك الروح بالروح، كان بيثق فيه جدا، بيستشيره في كل حاجه. بس انا مش فاكره يا عم شحاته. انت مش هتفتكره، بس هو يعرفك. ياما شالك وانت صغير، ياما اكلك السندوتشات بايديه. اذا كان كده بقى يبقى سيب لي الطلعه دي، انا هخش كده اشوف لو هيعرفني ولا لا. ماشي يا حازم. وألف أغاني ليالي في الليل. مساء الخير. سنور، أنا جاي لحضرتك مخصوص. عمر، طب مش تقولي اتفضل. طيب اتفضل يا سيد. حضرتك مش فاكرني طبعا. أنا ما بفتكرش إلا حبايبي وزبايني، وأنت مش من الاتنين. أنا حازم العطار. ها؟ حازم زين العطار. لا، حازم زين. هو أنت قومي ولا قوم بسرعة، تعال في حبي، جاري بالخطوة السريعة، تعال. أهلاً أهلاً يا حازم يا ابني، أهلاً أهلاً يا غالي يا ابني الغالي، أهلاً وسهلاً. حبيبي حازم زين العطار. يا الأيام بتجري بسرعة كده. أنا كنت مع أبوك أول امبارح، لسه بنسميك، تخيل. أهلا أهلا. إزيك يا حاج ذكري؟ يا راجل يا عروس. شحتة شحتة أهو كمان. يا أهلا يا شحتة، تعالى يا شحتة. بس على مالك؟ ده أحسن قطع غيارك نادرة أنت. إزيك يا شحتة؟ عامل إيه؟ عذري. أهلا وسهلا. أهلا يا شحتة، ده انتوا مدخلتكم عليا دي. ايه الهله الجميله دي؟ والله رجعتوني لورا 30 سنه. 30 سنه ايه؟ اه انت عايزنا نكبرنا في السن ولا ايه؟ طب بلاش يا سيدي، 29 كويس؟ اهلا وسهلا اهلا. والله انا فرحان بيكم قوي قوي قوي. محمود عمر يا حاج. محمود عشان خاطر يبعت الواد محمد على القهوه يجيب احلى حاجات ساعه اليوم. حاضر يا حاج، منورين يا بهوات. يا اهلا وسهلا. انا مش عارف ليه متوغوش من الجدع اللي اسمه سيف العزازي ده، قلبي مش مستريح له. عندك حق يا اخوي، بس كمان مش معقول هتفضل على طول كده مقضيها تفكر في مشاكلك مع الناس وناسي مشكلتك وما بتحلهاش. لا مش وقت الغاز دلوقتي يا زينب. قصدك تقولي ايه؟ ايه الغاز؟ ايه يا عبد حميد؟
قصدي اقول لك ان انت لازم كده تفكر، يبقى لك عزوه، يبقى لك عيله عبد الحميد العطار، ولا احنا هنقضي عمرنا كله نتكلم على زين وعياله؟ ما كفايانا بقى كفايه. طب نعمل ايه يعني؟ مش فاهم. هتجوزك من البلد. تجوزيني؟ ايوه. امال ايه؟ ايوه بس تجوزيني مين؟ البت ايمان. ايمان؟ ايوه. ايوه بس يعني ايمان دي مش صغيره عليا شويه زين؟ يا سلام، ما انت كمان صغار وزي القمر وطول بعرض عبد حميد به العطار. هي الطول، وبيني وبينك البت دي حيلة ابوها، كل حاجه هتبقى بتاعتها، وعيلتهم تاني اكبر عيله بعد عيلتنا. لو عرفت تطويهم تحت باطك وجناحك يبقى انت ملكت الكفر ده كله تحت باطك. والله كلامك معقول قوي يا زينب، بس يعني انا مش عايز نفضل واقفين كده نتفرج لغايه ما نبقى بره اللعبه. انا عايز المخازن تبقى تحت عينينا لغايه ما نشوف هنعمل ايه. ما تقلقش عبد حميد، ندرن عليا يا اخوي، لفضل اكبر لحد ما ابقى كبيره العطارين، واعمل كد اللي عمله زين العطار 100 مره وهتشوف. هو نفس المصنع بتاع زمان يا شحته؟ هو بعينه. لا في الحياه دي بقى اطمن يا حازم يا ابني، غالي وطاب رخيص من عندي قبل العندي. طب الموضوع ده هيحتاج وقت ولا؟ لا وقت ايه؟ هو الطعم اللي كان شغال في المصنع ده كله كان من عندنا من الحاره القديمه. صحيح كلهم مش موجودين دلوقتي، بس المهم الراس الكبيره بتاعتهم. فاكره يا شحته؟ معقوله؟ الاسطى طنطاوي؟ هو بعين الاسطى طنطاوي. شوف يا حازم يا ابني، لو الاسطى طنطاوي اعتبر ان الموضوع بتاعك خلص. يبقى على خيره الله. أنا أشوف موضوع الصيانة والترميمات ده وأجي أشوف حضرتك بعد كده ممكن نعمل إيه. يا ابني تشرفني في أي وقت، بس أنت إيه الترميمات اللي بتعملها بالظبط؟ أنا بشوف مكتب هندسي أو مكتب مقاولات يمسك لي الشغلانة دي يخلصها يعني. تبقى دي كمان عندي. عندك حد يعمل الشغل ده؟ طبعًا. شمس، مهندسة شمس، بنتي. لا ده إحنا لو قعدنا 5 دقايق كمان هنطلع بالطلبية الأولانية. اعتبر الموضوع بتاعك يا حاج ذكري، نستأذن احنا. وانا مش عاوزكم تعملوا اي هم يا شحته. الو. ايوه يا حازم الحقني. مالك يا ندى، في ايه؟ المره دي بالذات يا حسن، انا بترجاك انك تقعد وما تمشيش. يا ابني ما انت اكتر واحد عارف. عارف اللي مخليني بلف في بلاد اللي عليك عبر رجليا. ربنا يوفقك ويجمعك بكل ما ضاع منك. ربنا يريح بالك يا حسن. ويجمعك بأمك ورحمة.